Hi. اليوم ان شاء الله راح نديرو 9 كيسيون اللي هي لا كيسيون دو سانتيز. اول حاجه كيفاش عرفتها بلي كيسيون دو سانتيز؟ قال لي كون بونسي فو ماذا تظن؟ زيدو قال لي ديفلوبي اون دو ولا اون تخوا ليني فوتر بوان دو فيو اون لو جوستيفيون ا ليد دارغومون. قال لي فوتر بوان دو فيو يعني رايك، هذا ثاني انديس. زيدو وراهو اخر سؤال، دونك نفهم وحدي بلي سي اون كيسيون دو سينتيز ولا كيسيون دو ريفليكسيون. واش قالنا؟ بوكو دو بيرسون بونس كو لا سوبريسيون دي نوت ا ليكول بو افوار ان امباكت بوزيتيف سور لا ريوسيت سكولير، كون بونسي فو؟ قال لك بزاف من الناس يعتقدوا انه لو كان نحيو لي نوت، واش معناتها نحيو لي نوت؟ يعني نوليو نقراو بلا ما نعقبوا الامتحانات ويصحوا لنا، نقراو برك ونطلعوا. قالك الناس راهم يظنوا لو كان نحيو الحكايه هذه، هذا الشيء راح ياثر بطريقه ايجابيه على النجاح الدراسي. واش تبالكم نتوما؟ انا بورمان مليحه 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 تقراي هكاك برك وتطلعي بلا الامتحانات. ما نقراش ونصبح هكاك. ها ما تصلحش. شتي كون ما جيناش نعقبوا لي كومبوزيسيون، واحد ما على بالو واحد ما يقدر يعرف النيفو تاعو. صحيتي، واحد اللي يقدر يعرف النيفو تاعو. اسكو هذه حاجه بوزيتيف ولا حتكون نيجاتيف؟ امباكت نيجاتيف. صحيتي نيجاتيف. دوكا نسقسيكم سؤال، باغ اكزومبل نهزو انا لاف في البريمير، واحد يقرا في البريمير خي كاين هذوك اللي ينجحوا بخمسه واربعه هذوك لو كان ما جاوش يديروا الامتحان راح يطلعوا، ويطلعوا كيفهم كيف الغاشي. دونك كيما اللي عنده نيفو كيما اللي ما عندوش نيفو، الزوج راح يطلعوا كيف كيف. بصح كي عاد عندنا لي نوت ولا عندنا لي زيكزام ولا لي كومبوزيسيون، كل واحد على باله بالنيفو تاعو. لي ماهوش لي ما عندوش نيفو ولا ان سارتان نيفو لي يخليه يفوت للعام الجاي يعاود العام، هذه على بالنا بها. دونك لي نوت يساعدوا بزاف بوغ ايفالوي. واش نافالوي؟ بوغ ايفالوي لو نيفو ديلاف، باش نقيمو مستوى التلميذ. دونك حاجه نيجاتيف لو كان نحيو لي نوت. هاي دوكا نجيو نصوغو الاجابه مع بعض. قداش نيتاب عندي؟ أمون أفي نهارح أمون أفي هي ليتاب الأولى إكسبرسيون دوبينيون ولا فيرب دوبينيون. نزيدو أمون أفي من بعد نعاودو صيغة السؤال. قبل ما نعاودو صيغة السؤال واش من رابور نقدرو نستعملوه؟ لا كوز. لا كوز، دونك راح نقولو اسكو لا سوبريسيون دي نوت راه يتأثر بوزيتيف ولا نيجاتيف. إذا قلنا بوزيتيف نقولوا على واه، هاو قال لك فوتر بوان دو في اون جوستيفيون على دارغومون، يعني يحتمد لي حجة اللي تثبت هضرتك. دونك لهنا رايحين نقولوا اسكو لا سوبريسيون تاع لي نوت رايحة تأثر بوزيتيفمون ولا نيجاتيفمون، ونمدلو ان ارغومون اللي يثبت الهضرة تاعي، يعني حنقولوا على واه. دونك راح نستعملوا لا كوز. كي نجيو حنستعملو لا كوز نحطوها ديراكتومون هكا وحدها؟ نو. واش نديرو؟ نديرو غوفورميلي لا كيستيون. يعني نعاودو صيغة السؤال. واش نقولو؟ لا سوبريسيون دي نوت انفليونس نيجاتيفمون. لا سوبريسيون دي نوت واش بيها ا ليكول بو افوار peut avoir un impact négatif ou la positif? Négatif. Négatif sur la réussite scolaire. Sur la réussite scolaire. Donc, on va le rapport logique. Les quoi? Parce que. Parce que. اها على واه، عطيني جملة بالعربية. باسكو كيما قلتي تاع ايفالجي لي صحيتي، النقطة تاعنا ولا لا نوت اللي راح نديوها هي اللي تخلينا نقيموا مستوى التلميذ. دونك نقولوا باسكو لا نوت
aide pour évaluer le niveau. Aide pour évaluer. Parce que la note sert à évaluer. Ahsan, khayk. يعني تعمل على تقييم سير à évaluer le niveau des élèves. هذا انتهى. وي استاذ شتي في لا كيستيون هذه انا مره اخي بعث لك فهدرتها ساعات اخرين ما نفهمش كي شغل ويسالنا دوك كيما انت شرحتي لنا على بالي واش نديرو ساعات اخرين ما نفهمش واش يقول لنا نجيبها باغسكو تما مثلا ونحبس فهمتيني شتي كي ديري ا مون افي باسكو تعاودي سيرت السؤال ديري ثلاث سطر ديجي عندك نقطه ونص مليحه فهمتي هي سمعتي روح لك غير على الاجابه تاعك هذه كما احنا روح لك غير على الاجابه هذا ما كان يعني روح لك نص نقطه على الاجابه خير ما تدي زيرو ديريكت هي صح مي جينيرالمون شوفي تقدري تفهمي لا كيسيون سورتو في تاكسي ستوري انا قلت لك في تاكسي ستوري صح تاكسي ستوري توجور تقدري تفهميها Donc, je vous le dis, à mon avis, la suppression des notes à l'école peut avoir un impact négatif sur la réussite scolaire parce que la note sert à évaluer le niveau des élèves. C'est bon? C'est là? Bien. Oui, madame. Eh bien. Oui. Donc, comme je ne pas le compte-rendu, là, puisqu'on a sujet à les langues, on va établir le compte-rendu critique. Je vous le توما في الباك تقول له واش قال لكم هكا شوفوا هنا واش قال لكم à l'occasion de la journée à l'occasion de la journée du savoir le 16 avril vous participez à une conférence portant sur l'école scolaire organisée par votre lycée ce texte vous plaît rédigé en une dizaine de lignes. هنا قالك 10 اسطر. Donc ما كان لا تفوت لي العشرة. En une dizaine de lignes, son contenu critique que vous lirez devant vos camarades. الهضره هذه كامل ما تهمكش واش هي الحاجه اللي تهمك contenu critique. D'accord. نجيو نديرو لو contenu. باش نبداو. L'accroche. الجزء الاول. اللي هو لاكروش ولا قبل ما نكمل كوثرتي من بعدنا ايه هيا داك متخاص نسقسيك ميم لاكروش نحسبوها مع لا ديزاين بيان سور تما ماش غير ريزومي هذاك اللي نحسبوها بيان سور على واش باسكو لو كونت روندو تاعك تكتب على شكل تكست تبدا من الاول للاخر اسكو حنا لهنا كي نجيو حنحسبوا عدد الفقرات مال فين نحيو لانترودكسيون ونبداو لا 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 اخي ما فين نبداو شاك اي سعاد هنا مال فين نديرو شاك الينيا il représente une ولا ان باراغراف دونك لهنا ما تنحيش لانترودكسيون كيف كيف الكونت روندو ما تنحيش لانترودكسيون وين نروحو دوكا قولوا لي اسكو هذا التكست اكيميلاتيف ولا ديالكتيك يا رأي واحد ولا رأيين؟ رأي واحد صحيتي هنا شكون يحكي في النص؟ شكون هو لوتور؟ لوتور شكون هو؟ واش يكون لوتور؟ بروفيسور دي زيكول انسينيانت هي أستاذة أستاذة اللي راهي تحكي في هذا لو تكست واش قالت لكم؟ نقرا وانتم قولوا لي Gascon blé la note est la mesure d'une compétence. Elle n'a pas pour seule vocation de juger un élève, ni même de les comparer. Les notes nous permettent, à nous enseignants, de savoir ce qui a été compris ou non et de mettre en place des exercices de remédiation qui permettront à chaque élève d'acquérir des compétences nécessaires à la réussite scolaire. Alors, il dit qu'on blé les notes où il y a le حاجة الوحيدة اللي تسمح لنا أن نقيم مستوى التلميذ. ومن بعد موراها عطات لكم لي زارغومون اللي يثبتوا باللي صح لا نوت راهي تخليك تقيم مستوى التلميذ دونك اسكو التكست تاعنا اكيميلاتيف ولا ديالكتيك اكيميلاتيف باسكو راي واحد صحيح اكيميلاتيف باسكو راي واحد اللي هو راي الاستاذه هذه اي تقول لكم باللي حنا كاساتذه
تهمنا لا نوت هاي بوغ سافوار سكي ا ايتي كومبري او نو باش نعرفوا واش هي الحاجه اللي فهموها لي زيلاف والحاجه اللي ما فهموهاش داكور دونك عندي اون سول تيز ان سول اوبينيون ولا اون سول اوبينيون دونك سي ان تيكست ارغومونتاتيف اكوميلاتيف السلام عليكم وعليكم السلام دوكا واش راح نديرو لا تيز صوغو هذه في جمله انا خدمنا بها في لا كيسيون سينتيز نفس الهضره واش قلنا لا نوت لا نوت لا نوت سير ا ايفالوي لو نيفو دي زيلو هذه لا تيز تاعنا لا نوت راهي تساهم sinon تقدروا تقولوها كيما قالتها لوتور تقدروا تقولوا لا نوت اي لا ميزور دون كومبيتونس هذه هي لا تيز لا نوت اي لا ميزور دون كومبيتونس لا نوت هي اللي تسمح لك انك تقيس ولا باش تحدد لا كومبيتونس القدره تاع التلميذ دونك تقدروا تهزوا الجمله هذه كيما راهي قلنا لا تيز نزوها كيما راهي تقدر تقول لا نوت اي لا ميزور دون كومبيتونس هذه لا تيز تاعنا واش هما لي زارغومون Hi. Elle n'a pas pour seule vocation de juger un élève. Oui. Oui, Frial, peut-être. C'est le chef texte historique, mais qu'est-ce la thèse? Non, 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 mais qu'est-ce que c'est? Texte historique. Texte historique, j'ai fait des comptes rendus. Qu'est-ce que c'est? 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 Qu'est-ce que فتي على الانتيتاز ديما تكون الاولى ولا ها ماشي ديما ماشي ديما تكون الاولى تي دوكا حس بالتكست اللي عطاهولك ماناش مال فين لقاوها الاولى كيما هذيك النهار لقيناها في الدوزيام باراغراف مهم تكون في بدايه النص ما كيفاش نعرفها كيف تعرفيها شوفي اما في الاوبينيون هي تكون قبلها فيرب ولا اكسبريسيون دوبينيون كيما هنا ما كانش ما عطاكش فعل ولا عبارة تدل على رأي حتى تفهميها وحدك من خلال فهم النص دونك واش قلنا لا نوت لا ميزور دو كومبيتونس هذه هي لا تيز هم بعد نبداو دوكا بلي زارغومون بعد ما يعطيك لا تيز توجور يبدا لك بلي زارغومون اللي هما الاثباتات تاعو واش قال لنا ولا واش قالت لنا لونسيونت ال نا با بور سول فوكاسيون دو جوجي ان ايلاف ni même de les comparer. قلت لكم لا نوت هذه ولا النقطه هذه ماهيش مش الوظيفه تاعها ما عندهاش اون سول فوكاسيون يعني ما عندهاش وظيفه وحده واللي هي جوجي ان ايلاف نحكموا على التلميذ ني دو لي كومباري يعني لا نوت ما نحكموا بها ما نحكموش بها على التلاميذ وما نقارنوش بها بين التلاميذ Les notes nous permettent à nous enseignants de savoir ce qui a été compris ou non et de mettre en place des exercices de rémédiation qui permettront à chaque élève d'acquérir les compétences nécessaires à leur réussite scolaire. Ou je vais vous dire que vous avez dit que les notes qui nous permettent de nous voir ce qui a été compris ou ce qui n'a pas été compris. Pour savoir ce qu'on va faire, on va leur donner des exercices de rémédiation. Des exercices de rémédiation qui font que tous les élèves ont des compétences nouvelles et vont réussir. Hi. Comment vous pensez? الفكره الاولى ولا الارغومون الاول راهو يقول لك باللي لا نوت هي الحاجه اللي تسمح للاستاذ انه يعرف واش هو الشيء اللي فهموه لي زيلاف واش هو الشيء اللي ما فهموه هذا ما كان ها هيا اعطوني جمله بالعربيه برك هيا سيدي يا متخاس نعطيك نص جملة ها روح حنا نريقلو فيها هي لا نوت اد لا نوت اد لونسينيون ا سافوار سك لي زيلاف كي اون كومبري المهم كي اون كومبري لا لوسون اي لي زيلاف كي اون نو با كومبري لا لوسون اي
شوفي فيها شوية هي ريبيتيسيون دوك هي ريبيتيسيون دوك نحاولوا نصلحوا فيها انت يعطيها لي بالعربية مش حابة تقولي ان النقطة تساعد الأستاذ على أنه يعرف شكون فهم وشكون ما فهمش داكو مدام ولا النقطة تساعد الأستاذ على فهم مستوى التمرين هكا مختصر أكثر اها زيد تصلح بس كون نديرو الفكرة تاع كوثر واش واش قال لنا هو بعد دو سافوار سكي ا ايتي كومبري او نو اي دو ميتر ان بلاس نا 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 عاودي لنا تشوفي انت واش قلتي الاخرى هذه اللي هضرت هاي الباقي علاش راكم ساكتين ماكمش معنيين ولا كيفا نعم النقطة تساعد التلميذ على الأستاذ على فهم على معرفة مستوى التلميذ تساعد الأستاذ على فهمه على معرفة معرفة مستوى التلميذ داكوغ دونك واش نقولوا نقولوا بلي لا نوت اد لونسينيون ا كونيتر لو نيفو ديليف ولا دو ليليف نكتبوها هاي نكتبوا الفكره اللي واش تقول نقولوا بلي لا نوت واش بيها قالت لكم لا نوت تساعد دونك اد شكون لونسينيون اللي هو الاستاذ دونك اد لونسينيون على واش ا كونيتر باش يعرف هنا قال لك دو سافوار نقدر نقولوا كونيتر سافوار يعرف كونيتر يعرف سي دي سينونيم دونك لا نوت اد لونسينيون ا كونيتر لو نيفو de l'élève de l'élève نقطة هذا ما كان لا نوت تساعد الأستاذ على معرفة مستوى التلميذ متفاهمين؟ وين هذا؟ متفاهمين زيدوا اللي وراها les classes sont surchargées sans notation il me serait difficile voire impossible de mesurer le degré de compréhension de chacun لحد الان واش قال لك قال لك باللي لاش كي تكون عندك لا شارج بزاف في لا كلاس كي تكون عندك تلاميذ بزاف في لا كلاس باغ اكزومبل الكلاس فيها 40 تلميذ ولا قال لك هذا لا سورشارج هذه هذا الاكتظاظ ونزيدوا له ما كانش لي زيكزامان ولا لي نوت قال لك راح يولي من الصعب انه نعرفوا مستوى استيعاب كل تلميذ خي لوجيك هذه واحد يكون عنده 40 ولا 50 تلميذ في الكلاسة ما على باب مش ماهيش حال يقدر يحدد شكون اللي راهو فاهم وشكون اللي ما راهوش فاهم ويحدد مستوى كل واحد او كونترير واحد يكون عنده مثلا 20 في الكلاس يقدر يعرف كل واحد المستوى تاعو ويقدر يعرفو شحال ولا المستوى استيعابه للدرس داكور لو دوغري درجة الفهم هاي دونك لين عندها علاقه بلا سورشارج تاع لي كلاس هاي شكون عندك هنا عاملين يساهموا زوج عوامل يساهموا في انه الاستاذ ما يفهمش مستوى التلميذ اما الحاله الاولى كي يكونوا لي كلاس سون سورشارجي يعني يكونوا يكون اكتظاظ ثاني حاجه ما تكونش الاختبارات والامتحانات يعني ما تكونش لا نوتاسيون هاي هذا ما فهمتش شنو قلنا انا ما فهمتش واش قلتي لنا ديرو فهمت واش كي تهضري ما فهمتش شحال ديروا لي فكره عطوني فكره بالعربيه هاي واش نقولوا نقولوا من بين العوامل ولا من بين الاشياء التي تؤثر على التعليم وش هي زوج حوايج اول حاجه صحيتو لا سورشارج لا سورشارج دي كلاس هنا قال لي لي كلاس سون سورشارجي نرجعها انايا فراز نومينال لا سورشارج دي كلاس اي لا نوتاسيون لابسونس دي زيكزامان صحيتي لابسونس دي زيكزامان هاي نقولوها نكتبوا الفكره تاعنا قلنا باللي من بين العوامل اللي تاثر على التعليم دونك واش نقولوا parmi
من بين parmi معناتها من بين parmi les choses parmi les choses qui affectent l'éducation اللي تأثر على التعليم qui affecte l'éducation وش هي la surcharge la surcharge des classes يعني الاكتظاظ في الأقسام et l'absence de la notation صحيح et l'absence de la des l'absence des examens ou là de la notation hein des examens d'accord l'absence des examens parce qu'on a quelque la notation هذا ما كان هو في الباراغراف هذه ولا في الارغومون قال لي بلي لي كلاس سون سورشارجي وزيد سون نوتاسيون ما كانش لا نوتاسيون دونك اي لي ديفيسيل باش نفهموا لا كومبريونسيون تاع كل واحد فيهم حنا واش قلنا عكسناها قلنا parmi les choses qui affectent l'éducation يعني من بين الاشياء اللي تاثر على التعليم واش هي لا سورشارج دي كلاس اي لابسونس دي زيكزام سي بون La notation تقييم جاية من la note. La note نمد لك العلامة تاعك. Donc la notation تقييم. Merci. متفاهمين في الفكرة هذه؟ Oui. D'accord. Oui. يا ما تخربشوا ليش. زيدو هم بعد وش قال لي. Comment pourrais-je garantir un suivi équitable Un enseignement adapté à chacun de mes élèves sans prendre en compte les acquis des uns et des uns et les difficultés des autres. La notation me permet d'individualiser au maximum mon enseignement. قال لك بلي باش نضمن un suivi pour je garantir يعني باش نضمن un suivi équitable متابعة عادلة بين التلاميذ équitable جاية من ليكيليبر دونك ايكيتابل عادله قال لك باش نقدر نضمن متابعه عادله لجميع التلاميذ لازم عليا لا نوتاسيون مي بيرمي دانديفيدواليزي او ماكسيموم مون انسينيمون قال لك من خلال لا نوتاسيون هاي Asbury, il y a comme un enseignement adapté à chacun de mes élèves sans prendre en compte les acquis des uns et les difficultés des autres. La notation me permet. Gatil Kombele, comment pourrais-je garantir un suivi équitable? Je m'en tape. Bishnakder Nazman, garantir. Bishnakder Nazman, mutabara. عادلة بالتلاميذ قالك إذا ما قدرتش نعرف مكتسبات التلاميذ وصعوباتهم كي نكون في لاكلاس وشي الحاجة اللي راح تبين لي هي لانوت اللي راح يديوها بيان سور دوكا الأستاذ كي يكون يقري دي فوا يقدر يعرف النيفو تاع التلاميذ تاعو دي فوا ما يقدرش يعرف قالت لكم إذا ما قدرناش نعرفوا المكتسبات تاع التلميذ والصعوبات اللي واجهها اثناء الحصه رايحين نقدروا نعرفوها من خلال لا نوت من خلال النقطه اللي يديها فهمتوا هاي كيفاش نقولوا لا نوتاسيون ايد بور رياليزي لا جوستيس شويه دو بورسويفر داكور يلصق مع بعض هاي اعطوني فكره بالعربيه ابارتيغ مدام تصبح التنقيط يساعد على التمييز مستوى التلميذ هذه مصبحنا نعودوا فيها قلناها بزاف لهنا قالك اذا ما قدرناش نعرفوا لي زاكي ولي ديفيكولتي اذا ما قدرناش نعرفوا المكتسبات اللي راهم اكتسبهم ولا الصعوبات اللي واجههم لا نوت حتخلينا نقدروا نعرفوا هذا الشيء
نقولوا لا نوت النقطه الصفر واش بها لا نوت هو الحل لمعرفه مستوى التلميذ ده هي الحل الوحيد لمعرفه مستوى التلميذ صحيت هاتك هي الوسيله اش فايلي عليها برك باش نكتبوا جمله مفيده هاي واش نقولوا لا نوت اي لا سول نقولوا الحل الوحيد لا سول solution c'est la et la note est la seule solution hein, pour savoir et la seule solution qui facilite qui facilite savoir le niveau de qui facilite la facilement. Et qui facilite à savoir qui facilite la connaissance ma'rifat aka la note est la seule solution la note est le hal el wahid qui facilite alladhi yusa'id على معرفة donc qui facilite la connaissance madame on قول متابعة le suivre le suivre le suivi de niveau d'élève le suivi d'élève des élèves hi où je قلنا la note est la seule solution qui facilite le suivi de l'enseignant à ses élèves oui à ses élèves يعني التي تسهل قلنا بلي لا نوت هي الحل الوحيد الذي يسهل متابعة الأستاذ لتلاميذه هكا لا نوت est la seule solution qui facilite le suivi de l'enseignant à ses élèves c'est bon انا اللي مانيش موجوده نص معاكم على بها ما مالك ما حضرت الحصه اللي فاتت هاد المره اللي غير ساكته راني نخدم معاكم ديريكتومون مادام راك متاكده بلي هذا تكست مش ديالكتيك على واه مش ديالكتيك ولا على واه جاك بلي ديالكتيك لا ديالكتيك باسكو شفت في لي كيسيون قال لك في لا كيسيون نيميرو 4 كلاسي هذوك لي اكسبريسيون كاين لي بور لا نوت وكاين لي كونتر لا نوت C'est pour ça. Normalement, dialectique. La question numéro 4. Soit les expressions suivantes. Est-ce que les expressions qui sont le texte? Ah, je vais le dire. Les expressions, quelles sont les pour la note ou contre la note? Attention, tu as comme l'octave. Bonsoir, madame. ما شفت كاع بلي بعثتي لنا لو ليا هذا وين بديتو بونسوار بدينا على 8 صباح الخير الله غير هذا وين شفتو عندنا نص ساعه ملي بديتو هي عندنا نص ساعه كملتو كونت روندو مدام مازال ما كملناش راني فهم فيها برك قالت لي 4ème كيسيون قالوا لنا بور لا نوت او كونتر لا نوت دايا او فخ فهمتي يا Parce que les expressions à dolo, quand j'ai un texte, un animac, les expressions à dolo, j'ai un endo, moi quand je fais le texte. Ah, d'accord. Merci, madame. Oui, nous connaissons. L'argument, l'idrna, l'kharwina, hada l'ihnaya. La notation me permet d'améliorer. C'est bon. Donc, comme je dis, la note décourage les élèves faibles. Qui deviennent moins capables d'apprendre parce qu'ils se sentent incompétents. Faux. Pas si elle est augmentée et que l'enseignant apporte les outils nécessaires à l'élève pour qu'il surmonte ses difficultés. قالك شائع ولا الهضره الشائعه واش هي انه لا نوت طيح المورال لي زيلاف لي ضعاف. دونك لهنا قالك هذا الشيء خطا لكن لازم على الاستاذ واش يدير يحاول يتخذ جميع الاجراءات اللازمه باش يعاون التلميذ ويتغلب على الصعوبات تاعو هاي كيفاش نقولوا قدام هاديري ليك قالك بلي لا نوت يعني الحاجه اللي شائعه وشي هي
انه لا نوت تحطم التلميذ الضعيف، مثلا دار 4 فرونسي صعيب يتحطم، يقول لك انا سي بون ما قدش نقرا فرونسي وانا ضعيف فيها، ومن هنا يتحطم. قال لك هنا يدخل دور الاستاذ، دور الاستاذ لازم هاي ابورت لي زوتي نيسيسار، لازم يتخذ جميع الوسائل الضروريه باش يعاون التلميذ انه يتغلب على الصعوبه تاعو. يعني هنا واش راه يحكي لي؟ أو يحكي لي على دور الأستاذ ولا لا؟ هاي واش نقولوا؟ وي لازم الأستاذ يموتيفي التلميذ تاعو، لازم الأستاذ يموتيفي، لازم الأستاذ يموتيفي التلميذ تاعو. زيد عطوني جملة بالعربية باش نقدر نترجموها. نقولوا دور الأستاذ في تشجيع ولا في مساعدة، تشجيع ولا دعم الطالب ولا حاجة كده. ها نقولوا في دعم التلميذ ها ليتغلب على صعوباته. هي مدام دنيا دي شابة هذيك تاع ديفلوبي لي بوان فابل دو ليلاف، وين راهي؟ في الشات مدام. في الشات اسمعي شوفي، بس كمان نشوف بوغ ديفلوبي لي بوان فاب دو ليلاف دولا كان. داكوغ، نقولوا لو رول، لو رول دو لونسينيون بوغ ديفلوبي لي بوان فابل دو ليلاف. وي هاكا دور الاستاذ في واش؟ في تطوير نقاط الضعف تاع التلميذ. هاي مليحه. وي مليحة دنيا شكرا. لو رول كابيت اي عطاتكم وحده هذه كوثر، قالت لكم لو رول كابيتال دو لونسينيون دون لا موتيفاسيون دي زيلاف فابل. صحيتي. نقولوا لو رول ماجور احسن، الدور الاساسي ولا الرئيسي. لو رول ماجور دو لونسينيون واش قالتنا الاخرى؟ دون لو ديفلوبمون ولا لا موتيفاسيون دي زيلاف فابل. هاي نجيو نكتبوها هلا. واش قلنا؟ قلنا بلي لو رول ماجور، الدور الاساسي ولا الرئيسي، لو رول ماجور دو لونسينيون في وا دو لونسينيون دون لو ديفلوبمون اي لا موتيفاسيون، راني نحكي وحدي، لا موتيفاسيون des élèves واش بهم فابل. متخاف دونك واش قلنا الدور الاساسي ولا الرئيسي تاع الاستاذ في تطور وتحفيز التلاميذ الضعفاء. وي متخاف. وقبل كل فكره هكا نديرو دابور و اون اوتر و دوك لي ارتيكولاتور بيان سور، باسكو راهم دي زارغومون توجور تعملنا قدر تجي بزاف les articulateurs. كيفاش تجيب بزاف لي زارتيكولاتور؟ انا كعشت راك انا كل خطا قاعدين غير نزيدو في لي زيدي، سمح لي تكون عندنا بزاف لي زارتيكولاتور نديرو بان دابور ومن نديرو اونوت. ها سوا قصدك يخلصوا؟ مش قضيه يخلصوا بصح مهم بزاف نورمال. هم بعد نقولوا ندير نقولوا سا بروميييرمون premièrement, deuxièmement, quatrième, deuxièmement, troisièmement, maintenant quatrièmement, golo, ben tu goli puis, en outre, d'une part, d'autre part, aussi, on va le faire de goli enfin ou là en définitive voilà. Oui. Donc là je vous dis le rôle majeur de l'enseignant dans le développement et la motivation des élèves faibles. C'est bon. Zed. Allez, voilà. Il ne faut pas oublier que l'objectif premier de notre métier est la réussite de tous nos élèves. Quelle fierté de voir qu'ils apprennent avec plaisir et qu'ils progressent. Il faut donc arrêter de penser que les enseignants aiment donner des mauvaises notes pour casser les élèves. هي يعني اهم هدف عندنا هو نجاح التلميذ. قال لك كيف يختي دفوار، قال لك
الفخر الكبير اللي نحسوا به كي نشوفوهم يتعلموا ويتطوروا بروغريس. Il faut donc arrêter quelque chose من حبسو من تخمام هذاك تاع انه لونسيون يحب يمد نقاط دي موفيز نوت نقاط سيئه للتلاميذ باش يكسرهم. داكور السؤال هذا طرحوا لنا ولا هذه الجمله طرحوا لنا عليها كيستيون قالوا لنا عطيونا جمله تشبه لها اصبروا تشوفوا ها هيك شوفوا لي سيتيام كيستيون. D'après l'auteur, les enseignants sont satisfaits de voir leurs élèves réussir. Oui. Donc, on a vu que c'est la même chose. Le question 7, on a dit recopier à partir du texte la phrase qui le montre. On a dit la phrase qui a le sens de la phrase qui a été donnée, c'est celle-ci. On a vu qu'elle est là. Il ne faut pas oublier que nous avons tel progrès. Vous comprenez? Oui. Donc, nous avons dit la question. Nous avons dit la phrase. Nous avons dit ensuite, les enseignants sont satisfaits de voir leurs élèves réussir. Oui. Oui, parce qu'on a fait les questions. Tu dis à qui marahi? Le texte ما عندكش الحق تهزي منه لكن لي كيسيون تهزي منهم عادي علاوه اسكو لي كيسيون الكاتب هو اللي دارهم الكاتب هو اللي طلع علينا هاد لي كيسيون لا لا لي كيسيون قادرين يتبدلوا مدام صحيتي الاستاذ ولا المصحح ولا كيفاش يسميوه الاستاذ اللي خدم السوجي هو اللي طرح علينا هاد الاسئله والاوتور هو اللي كتب التكست دونك الاوتور ما عنده ما دخلوا في الاسئله Donc, nous pouvons résumer les questions. Il faut que les enseignants sont satisfaits de voir leurs élèves réussir. Zedou. Mais la note est-elle vraiment le problème? Supprimer la notation n'est-il pas un moyen de cacher un problème plus profond sur le fonctionnement de notre système éducatif? La note, il y a ça le problème. La suppression de la notation, كي نحيو لا نوتاسيون ماهيش وسيله باش ندرقو المشكل العميق نتاع لو فونكسيونمون دو نوتر سيستيم ايديوكاتيف قالك ماشي كي نحيو لا نوتاسيون ولا ما قلتش كيفاش نشرحها لكم سوبريمي لا نوتاسيون نيتيل با مويان دو كاشي قالك كي نحيو لا نوت ماهيش وسيله اللي راح تخلينا ندرقو لو سيستيم ايديوكاتيف تاعنا سياسه التعليم تاعنا ولا لو سيستيم كيف نقولوا سيستيم نظام تعليمي ولا نظام تربوي سيستيم نظام ايه سيستيم ايدوكاتيف نظام تعليمي ولا ايه سيستيم نظام تعليمي فهمتوها ولا ما فهمتوهاش باسكو ما لقيتش كيف نفهمها لكم صعيبه شويه ماشي صعيبه شوفي قالك لا نوت ايتال فريمون البروبليم يعني هل المشكل في لا نوت نو المشكل راهو في لي كومبيتونس تاع التلميذ المشكل راهو في قدرات التلميذ ماشي لا نوت هي المشكل هذه حاجه الاولى الحاجه الثانيه قالك سوبريمي لا نوتاسيون نيتيل با يعني كي نحيو لا نوتاسيون كي نحيو لا نوت ماهيش هي الوسيله اللي راح تخلينا نخبيو كاشي لو سيستيم ايدوكاتيف تاعنا واش معناتها هما محبين ينحيو لا نوتاسيون قالت لكم لونسينيونت هذه حابين ينحيو لي زيكزامان والاختبارات هذا الشيء كامل قالت لكم بلي هذا الشيء ماهوش حل باش تدرقوا النظام التعليمي الطايح تاعكم فهمتوا دركا فهمتوا ولا لا هذاك يغرض في النظام التعليمي اللي يدرقوه بالنقاط تاع التلميذ صحيتي راح يدرقوه بانهم ينحيو لي نوت باش الناس كل تطلع والنظام تاعهم ماشي فهمتي ايه هكاك هاي واش نقولوا لا فابليس سماها صبرتي فيها استاذة نقولوا لا سوبريسيون نعم نقولوا لا فابلاس دو سيستم
شافي نقول كوش نقولوا نقولوا لا سوبريسيون دو لا نوتاسيون ني با لا سوليسيون ماهيش الحل ني با لا سوليسيون بور كاشي لو سيستيم ايديوكاتيف هي تصلح تصلح واش تبالكم توما وي نقدروا هاي يا جماعه شاركوا شوي باسكو من المشاركه هذه راكم تتعلموا ديروا لو كونت رونجي باسكو هكا راح تخدم في الباك كنت تبقى ساكت درك وانا نخدم ما تتعلمش سينو كنت قادر نبعث لكم كونت رونجي واجد بغيت هكا نخدم معاكم بعد ما بغيتش نعطيه لكم واجد انا اصلا ما وجدتوش باش نمدو لكم واجد وي ميتخاس دونك انا نخدم معاكم باش نعلمكم الطريقه من درك كيفاش ديروا دونك واش نقولوا لا سوبريسيون دو لا نوتاسيون n'est pas une solution. N'est pas une solution, après. La suppression de la notation n'est pas une solution. Mais hich hel. Alors, pour cacher le système éducatif. Madame, pour cacher le système de système éducatif. Pour cacher les problèmes. Ça a été. Donc, de l'angle les problèmes. Hein? Qui m'a gâté de Nia? Oui. Voilà, c'est de Nia, sinon. Diffusion. La faiblesse. D'accord. Qui cache la faiblesse du système éducatif. Pour cacher hein? La faiblesse du système هذه قلتها لك بلا استاذة ايه عم سرقوها من عندك شتي شتي ها سمعوا سمعوا قلتها دونك واش ولات عندي الفكرة لا سوبريسيون دو لا نوتاسيون ني با اون سوليسيون بور كاشي لا فيبلس دو دان سيستيم ولا دو سيستيم ايديوكاتيف سي بون وي مدام وي مدام زيد واش بقى لنا N'aurait-il pas moins d'échecs scolaires si les enseignants étaient mieux formés et mieux préparés à la réalité de terrain? Gaelk mouch rah ykoun adna ar-rusub wala mich rah ykoun adna talamith bzaf li résultats li rahom rasibin lou kan ykounou les enseignants mtkounin mlih w qariyin mlih w ala balhom wach rahin ylqaw f domaine tahom. N'y aurait-il pas moins d'échecs scolaires si les élèves qui n'ont pas acquis la majorité des compétences en fin d'année étaient maintenus au même niveau l'année suivante. Madame, je vous ai dit que 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 le redoublement. Oui, le خامس وقت. Le redoublement est autorisé pour garantir l'acquisition des compétences nécessaires. هذه الفكرة نتاع هذه. شتو كي قالت لكم هنايا مانتوني au même niveau l'année suivante يعني يبقى في نفس المستوى العام الجاي واش معناتها معناتها يدوبلي اللي هو لو ردوبلومون دونك الفكره هذه ذكرها لنا في ذكرها لنا في السؤال الخامس اللي نشوفوا اللي قبلها قالك باللي لازم لي زونسيون يكونوا متكونين بيان ويكونوا قاريين بيان موجدين ارواحهم للحقيقه تيران الميدان الدومين اللي رايحين يروحوا ليه واش قالت لكم ما كحت إجابة هاي وش نقوله هلا واش مادام وين راكم هذه n'aurait-il pas moins d'échecs scolaires si les enseignants étaient mieux formés et mieux préparés à la réalité du terrain parce que وراها لقيناها وش نقوله لازم الأستاذ ولا الأساتذة لازم يكونوا متكونين موجدين رواحهم للدومين اللي راهم رايحين ليه Madame, oui. Les enseignants doivent être bien formés. D'accord, ça arrête. Doit être bien formé. Et capable. Madame, fais-en quoi l'éctasse. À qui? Les enseignants doivent accueillir les capacités. Doit,
دوا هو مصرف دونك حيجي الفعل اللي وراه مش مصرف دونك اكيغ اكوغير ها روحي تو لي كاباسيتي دو انسينيومون ولا كيفاش يقولوها شاف واش يقولوا يكتسبوا جميع المؤهلات باش حتى ماكم تخرجوا في لي زارغيومون هي هنا واش يقولوا بلي يجب ان يكون الاستاذ قادر على تحمل مسؤولية التلاميذ تصلح ولا ما تصلح فور شدي كيفا شو كلام دوره بزاف دونك الاستاذ مش معناتها يكون متكون مليح وقاري مليح وموجد روحه معناتها الاخر ريسبونسابيلتي صحتي معناتها يكون قادر على تحمل مسؤولية التلميذ دونك واش نقولوا لونسيون دو تاتخ واش لازم يكون دو تاتخ كابابل لازم يكون قادر doit être capable d'assumer la responsabilité d'assumer la responsabilité des élèves tout simplement c'est bon donc l'enseignant c'est de la dictée ah dik ndirou argument wahedha ah l'enseignant doit être capable d'assumer la responsabilité des élèves هذه الأولى هذيك تاع تاع ايتي مانتوني او ميم نيفو لاني سويفونت هذه الحكاية كامل هي نفسها السؤال الخامس نتاع لو ردوبلومون ها هذا وين راهو ها لو ردوبلومون اي اوتوريزي بور غارونتير لاكيزيسيون دي كومبيتونس نيسيسار هزوها كيما راهي زيدو بقاتنا الاخرى لو بروبليم ايتيل لا نوتاسيون او سكيل ريفليت ني واش من سؤال نقدروا نجيبوها دوزيام واش من اجابه خيرناها الاولى نورمال نو دوزيام دوزيام البروبليم ني با لا نوتاسيون مي سكال ريفليت قلنا بلي لو بروبليم ني با لا نوتاسيون مي سكال ريفليت هذه هي لارغومون الاخر متفاهمين متفاهمين انا مدام كي سافي دي ريفليت غفلات يعني الشيء اللي راح يترتب عليها كيما انا قالك لو بروبليم ماهوش لا نوتاسيون مي سكال غفلات ماشي اللي راح ماشي اللي راح ينتج عليها فهمتي ديما ما نلقاش الكلمات بالعربيه هي رد الفعل انا تقولي نقاوريه شتو ما تلقاوش هكا كلمه اكزاكت اللي تعبر على كلمة هكا فرنسية تلقاو قدامها كلمة بالعربية نقدر نشرح لك المعنى اوكي بصح باش نعطيك كلمة اكزاكت تذهب لي صعيبة شوية هي دركا درنا ما درناش لانتروداكسيون بدينا ديريكتومون في لي زيدي وي مدام وي انا شتي في هذيك خلاص كملت لو ريزومي تاعي عند زعما لارغيمون الاخر عند هذيك الفابل قلت نقول غير لي زارغيمو ما نحكيش كلش واش هو كاين في النص حتى دوك شت قدرتي كلش بصح النص كامل عباره عن واش كيما هذيك زعما لونسينيو مش البيت تاعو يكاسي التلميذ ماذا به كامل يشوفهم ناجحين هذيك شغل ما بانتليش مع النوتاسيون ولا ضدها شغل بانت لي الكاتبه تهضر برك شتي نقول لك حاجه ما كانش منها تاع تهضر برك على واه هذيك وين الحكايه تاع تهضر برك هذيك في تيكست هيستوريك تهضر برك لهنا جات باش تقنع صحيتي لهنا مادام عطاتك لا تيز دونك الشيء اللي راح يجي ورا لا تيز كومبلي هو اقناع هو اثبات لا تيز دونك اي كلمه تقولها لوتور راح يكون اثبات بيان سور راح تلقاها كجمل زايدين لكن لاحظتوا في لي باك اللي فاتوا ما ريزوميناش النص كامل خرجنا غير لي زارغومون لكن شفتوا هذيك تاع فوتغ اونتريت نيميريك دوات اتر بروتيجي تاع لي ميديا تاع الانترنت صحيح على الانترنت تاع بوغ او كونتر يخي جبدنا غير لي زارغومون باسكو كاين فيهم هضره زايده من اللي هنا فوالا انا هكاك حبيت ندير هنا ما مش ديما كيما لهنا كلش راهو دي زارغومون ميم زعما ما كانتش اشاره مباشره على لا نوت غير تكون فيها هكا حيت تموت بالعقل وصال يديك ربي العقل على الطفل
حضرتك بجريمة اليوم. حضرتك بجريمة. المهم. كملنا لي زيدي. عطيك كم على عطيك 100. ورا تحت كين. 100 ورا. جماعة الأرقام هذو باش يفكروكم. عاد عندي فوبيا منه كي نشوفوا هذا لا تعيشوا تعودوها الناس أنا ما جيت راح نخرجهم لقيتهم خرجوا ديركت إيه تتزحفي علينا تاني من أرقام هاي نكملوا دونك قلنا رانا في سوجي تاع لي لونغ كملنا لي زيدي لانترودكسيون ساهله ها هو كي لو تيتخ لي نوت لو تي انديسبونسابل دو لونسينيون زيدو واش عندكم لهنا فلا سورس لا سورس لوتور لوتور هاي ان صوفي هذه دارو بروفيسور دي زيكول لا سورس تاعنا واش extrait d'internet internet هنا نقولوا le 29 janvier 2015 ou là en 29 janvier 2015 le 29 janvier 2015 la thèse جبدناها normalement c'est bon هذا ما نحتاجه oui madame les idées درناهم la partie critique les langues comme زيدوها كيما عطيتها لكم يا بعد بعدنا ما راح نديرو فيها دوكا واش بقى لنا نشرحوا لو تيكست هاي لي نوت لوتي انديسبونسابل دو لونسينيون النقاط ولا التقييم ولا هي لوتي انديسبونسابل دو لونسينيون هي الوسيله الاساسيه للاستاذ لا نوت اي لا ميزور دون كومبيتونس النقطه هي اللي تخليك تقيس لا كومبيتونس القدره ال نا با بور سول فوكاسيون دو جوجي يعني ما عندهاش فوكاسيون نقدروا نعوضها فونكسيون ما عندهاش اون سول فونكسيون ما عندهاش وظيفه وحده اللي هي جوجي ان ايلاف يعني الحكم على تلميذ نحكموا عليه ني مام دو لي كومباري وما نقارنوش دونك لهنا قالك لا نوت ماهيش خدمتها انه تحكم بها على التلميذ اسكو يعرف ولا ما يعرفش وماهيش وسيله باش تقارن بها بين التلاميذ لي نوت نو بيرميت النقاط تسمح لنا à nous enseignants, que nous les assadida, de savoir ce qui a été compris, les معرفات ما هو مفهوم ou non, يعني شي اللي مفهوم وشي اللي ماهوش مفهوم et de mettre en place ou باش نزيدو نديرو des exercices de remédiation تمارين الاستدراك تمارين استدراكيه qui permettront à chaque élève d'acquérir des compétences nécessaires à leur réussite scolaire. Elle était تسمح لكل تلميذ باكتساب قدرات ضرورية ولا أساسية لنجاحه ولا في نجاحه الدراسي. Les classes sont surchargées. الأقسام مكتظة. Sans notation, بدون تنقيط, il me serait difficile إنه من الصعب voire impossible de mesurer le degré de compréhension de chacun. يعني في وجود الاكتظاظ وفي غياب التنقيط ولا التنقيط ولا التقييم ولا لا نوتاسيون قالك راهو من الصعب عليا اني نقيم درجه استيعاب كل تلميذ. Comment pourrais-je garantir un suivi équitable? كيفاش راح نقدر نضمن متابعه عادله بين كل التلاميذ؟ Un enseignement adapté à chacun de mes élèves sans prendre en compte les acquis des uns et les difficultés des autres. Donc, التعليم اللي ما يكونش فيه prendre en compte يعني شو نقولوا prendre en compte يا ربي اخذ بعين الاعتبار قالك لو كان ما ناخذوش بعين الاعتبار مكتسبات les acquis مكتسبات des uns et les difficultés des autres يعني المكتسبات آخرين وصعوبات واحد أخرين la notation me permet d'individualiser au maximum mon enseignement donc كي ما نقدرش نعرف مكتسبات وصعوبات التلاميذ la notation هي اللي راح تخليني نعرف مكتسبات وصعوبات التلاميذ la note décourage les élèves faibles النقطة تحبط les élèves faibles التلاميذ ضعفاء qui deviennent moins capables d'apprendre. الذين يصبحون moins capables, غير قادرين على التعلم, d'apprendre, parce qu'ils se sentent incompétents.
لانه حيوليو يحسبوا رواحهم ولا يحسوا رواحهم سونت يحسوا رواحهم غير قادرين انكومبيتون فو خطا باسيتي لي اوغمونتي et que l'enseignant apporte les outils nécessaires à l'élève pour qu'il surmonte ses difficultés. Il dit et que l'enseignant apporte les outils nécessaires à l'élève pour qu'il surmonte ses difficultés. Il ne faut pas oublier que l'objectif premier, l'هدف الأول de notre métier, تاع المهنة تاعنا, est la réussite de tous nos élèves. هو نجاح جميع تلاميذنا. Quelle fierté de voir qu'ils apprennent avec plaisir. قال لك كم quelle fierté. واش نقول لكم؟ كم هو يا لها من مفخرة. Quelle fierté, يا لها من مفخرة de voir باش نشوفوا qu'ils apprennent avec plaisir. Et là, mes frères, nous voyons que les élèves rahmi ta'allmu avec plaisir et qu'ils progressent ou rahmi tawru. Il faut donc arrêter. يجب ان نحبسوا de penser. يجب ان نحبسوا تخمام que les enseignants aiment donner de mauvaises notes pour casser les élèves. Et que نحبسوا ديك العقليه تاع les enseignants راهم يحبوا يمدوا l'élève des mauvaises notes, يعني نقاط ضعيفه باش et casser ou pour casser باش يكسروا ولا باش يحطموا les élèves. Mais la note est-elle vraiment le problème? هل النقطة هي فعلا المشكل? Supprimer la notation n'est-il pas un moyen de cacher un problème plus profond sur le fonctionnement de notre système éducatif? قالك انو نسوبريميو النقطة هذه ماهيش وسيلة باش ندرقوا بها مشكل العميق تاع لو فونكسيونمون تاع خدمه سيستم ادوكاتيف تاع نظام تعليمي. يعني قال لك انه نسوبريميو لا نوت ماهوش حل انه ندرقوا النظام التعليمي تاعنا ولا مشكل النظام التعليمي. نيوغيتيل با موان دي شيك سكولير سي لي زونسيون ايتي ميو فورمي اي ميو بريباري على رياليتي دو تيران. قال لك راح ينقصوا عندنا il n'y aurait pas moins d'échecs scolaires. فشل تلاميذ ولا رسوب تلاميذ اذا كانوا لي زونسيون الاساتذه راهم ميو فورمي متكونين بيان اي ميو بريباري وجدين رواحهم على رياليتي دو تيران الحقيقه الميدان اللي راح يدخلوا له. N'y aurait-il pas moins d'échecs scolaires si les élèves qui n'ont pas acquis la majorité des compétences, قال لك راح ينقص عندنا ثاني رسوب تلاميذ إذا كانوا les élèves qui n'ont pas acquis إذا كانوا les élèves اللي ما عندهمش مكتسبات ولا قدرات en fin d'année étaient maintenus au même niveau l'année suivante. قالك راح ينقص عندنا عدد رسوب تلاميذ لو كان كي نشوفوا تلميذ ما عندوش قدرات ما عندوش مكتسبات يعاود العام ولا maintenu au même niveau l'année suivante. نعاودو نحطوه في نفس المستوى العام الجاي. واش معناتها؟ معناتها ندوبليوه. دونك قال لك بلي كي نشوفو ان ايلاف ما عندوش دي كومبيتونس ما عندوش دي زاكي ما عندوش لا مكتسبات لا قدرات قال لك لازم نعاودو نحطوه في نفس المستوى العام الجاي يعني لو غودوبلومون. لو بروبليم ايتيل لا نوتاسيون او سكيل ريفليت. قال لك اسكو المشكل في لا نوت اللي يديها ولا في الشيء اللي رايح يصرى بعد ما يدي لا نوت. هذا هو لو تكست نورمالمون ساهل. اسبوطا الدنيا بعث اخيكم فاهمين فهمتوا على واش يحكي لو تكست؟ وي مدام قلت لكم مدام انا حسيت روحي تحسنت في الدوره هذه وندمت اللي ما كنتش عندي فرصه نحضر دوره ما كانش تكست هيستوريك فرصه اخرى تكست هيستوريك ما مانيش راح نعاود الدوره تاع لو تكست هيستوريك بس قريت فيها اربع دفعات حتى كرهت البروغرام تاع تكست هيستوريك شتو دوكا كي نروح دوكا كي بديت نقري في لي زيكول ونروح نقريها نمرق منو نمرق بس قريته عم بالكم ربع مرات وانا نعاود في نفس الحكايه من الاول للاخر. دونك تكست هيستوريك مانيش حنزيد ندير فيه دوره كاين دوره من قبل مسجله اذا تحبي تحضريها مسجله ماشي راح تكون لايف. سي بون رانا متفاهمين تمام ماشي ما مسجله عادي
يعني بس كلا بلوبار يبغيوها أنا بالعكس بس كلا بلوبار يبغيوها مدايرة يبغيوها لايف هكا باش كيسقسيوني ديريكت سيستم نورمال بعدي سقسيوك تبغي يبعثوك في البريفي سقسيوك نورمال خد ريبوندك أكيد أكيد تقدري تسقساني أي وقت واش قالت لي واش معناتها لا ميزور لا ميزور معناتها قياس مقياس قياس ولا مقياس ولا حنقيسو به دوماج صح لايف خير هي هما يشتي الدورات كي نقولهم سجله ولا ما يحبوش يبغيو لايف هكا ديريكت وماما انا تساعدني لايف احسن بس كنكره ندير لي فيديو ونبقى نحكي وحدي والفت نسقسي ومنا احسن وقتها الدورة تاع مراجعة نهائية الدورة تاع مراجعة نهائية درتها وتسجيلات تسجلوا وقريب يخلصوا استاذة وي هاني مسجلة انا عندك في القلم ما كان لهم زيد يا اخي افري يا اختي كل حصة تعاودي لي نفس الحكاية